الحقيقة في يعني الرئيس امبارح كان قاعد وكان اهم تركيزه كان مع كان في وفد اظن من اعمال رجال الاعمال الكويتيين، وكان اهم التركيز عن موضوع الاستثمار. الرئيس مركز جامد جدا في هذا الموضوع. المؤتمر الاقتصادي هذا المؤتمر اللي هو الحقيقة الامر نقلنا نقله جامده جدا جدا، مصر دعايه واحترام وتقدير و و و و, و لدور مصر. بس لما تيجي نشوف على برضه الاستثمار، ما بين اللي احنا بنقوله وما بين اللي على ارض الواقع هناك حدوته كبيره جدا. يعني انا امبارح طرحت حد على الموضوع ده على ما جابوا لي بس الـ 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 الاستاذ اسامه ابو شنب، هاتوا لي على التليفون، عايز احكي حكايه بتاعه الاستاذ عاطف امبارح اللي هو بتاع مشروع اللي هي المشروعات الصغيره دي. المشروعات الصغيره راح هو هناك طبعا شاف اللي ما شافوش حد، وده ولقيته على مدينة الانتاج واتكلمت في هذا الموضوع، واتكلمنا في سيادة السفير اللي هو المسؤول عن تنسيق في هذا الموضوع. المهم توصلنا وراح النهارده برضه ما وصلناش لحل. النهارده الاستاذ ماهر مقلد رئيس التحرير اتصل بالسيد رئيس برئيس حي درس اللي هو مدحت عبد الهادي عبد اللطيف، وبكره الاستاذ عاطف رايح. المهم المشكله هتنتهي، انما نكتشف ايه لما نيجي ندور بقى، لما قعدنا ندور في المساله دي بقى لنا يومين بقى في حدوته، واكيد الحدوته دي كل ما هيخش في التجربه بتاع المشروعات الصغيره هيتعرض ليها. انا عايز اسال سؤال، يعني انتوا يا حكومه عملتوا هذا الموضوع ليه؟ اديتوا هل انت وزاره التنميه عشان هي بتعمله فتروح تدي للمحليات؟ هي المحليات ناقصه، هي الثلاجه ناقصه الرسس، هي المحليات ناقصه. يعني اي رئيس حي عنده اللي مكفيه ده، يعني في وسط دماغه يعني عنده كل قطاع من اللي هو او الادارات اللي هو بيحكمها، كل اداره منهم مخلياها مظانها 24 ساعه لحسن تحصل مصيبه، ما بين اسكان وما بين مش عارف مرافقهم، ما بين النظافه وما بين كل حاجه. رايح بتحط له موضوع تاني، رؤساء الاحياء فاضيين عشان يروحوا الطلبات فتقدم النهارده. يعني رئيس حي دار السلام كان قدام مكتبه النهارده 150 واحد. طب هيشوفهم ازاي؟ وامتى؟ ومين؟ طب ليه الدولة لما عملت هذا الكلام والحكومة ما جابتش ناس من اللي هم ما عندهمش مشاغل اصلا؟ ده بتوع الاحياء دولت المفروض يشتغلوا 80 ساعة في اليوم عشان يبان على الارض. حاجات برضو تجنن. المهم المشكلة في طريقها للحل، انما هذه المشكلة في حتة تانية مش هتبقى في طريقها للحل، لان انا في رأيي لا الاحياء ولا هم فاضيين للشغلانة دي ولا فاضي يجيلوا اعباء جديدة. انما بقى ليه بنعمل ده؟ عشان السيد وزير التنميه هو حاطط ايده على الموضوع. يا عم يا سيدي انت صاحب الموضوع، انت على دماغ ابونا، بس ادوا حد عشان ما تعذبوش الناس. الناس بتتعذب. نفس الحكايه في الاستثمار. النهارده محاسب قانوني اللي هو الاستاذ اسامه ابو شنب راح عشان ياسسوا شركه او يعملوا شركه. نسمع منه ايه اللي حصل عشان بس لما حد يقعد يلكلك كده ويقول لك الاستثمار نعرف ان في معوقات على الارض ولازم تتحل. مساء الخير يا استاذ اسامه. اهلا، مساء الخير، ازيك يا ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه اللي حصل النهارده بقى؟ ايه الحكايه؟ لا والله اللي حصل والله ان موضوع ان تدخل للشباك عشان تاسس شركه بقى نوع من الحلم دلوقتي في فئه الاستثمار. عملها صعب جدا ان انت توصل للشباك. عدد العاملين والقائمين على تنفيذ التأسيس قليل بالنسبة لحجم الشركات اللي هي عاوزة تتأسس. يعني دخلت يوم الحد أول يوم أروح كان رقم 97، قعدت لغاية الساعة 4 ما عرفتش التيكت اللي هو الإلكترونيك تيكت ده عشان أخش أسس. يعني هي المراحل عاملين إيه هم إخواننا بتوع عاملين إيه يا أستاذ أسامة؟ بس ناخدها واحدة واحدة عشان نفهم. يعني أنت حضرتك رايح تأسس شركة، اما رحت فاكتشفت ان انت لازم تروح تقطع تذكره او يدوك رقم برقمك كده، مش كده؟ احكي. لا حضرتك لما بنروح نقفل الشركه الاول بنروح الساعه 7 الصبح احنا مع بعض كعاملين كمحامين ومحاسبين بنكتب كشف بالحضور الساعه 7 الصبح. ممكن انا اروح الساعه 7 الصبح الاقي رقم 17 او رقم 20 او رقم 25. بعد كده بنطلع فوق في خدمه العملاء في اداره التاسيس، هم بياخدوا الكشف اللي احنا كاتبينه بايدينا ده بيفرغوه تاني وبينادوا على الاسماء وبيدونا ارقام بتاعتنا طبقا للكشف. ممكن انا اكون جاي متاخر الساعه 9 او الساعه 10 بوصل لغايه رقم 97 او رقم 98 او رقم 100، ما بقدرش اوصل للشباك للاستاذ اللي هو المحامي اللي هو اساس الشركه، فبضطر ان انا اضيع يوم من عمري كامل واجي تاني يوم هتبقى نفس المشكله. لو انا جيت متاخر او ناس جم كتبوا اسماء لبعض فبتحصل مشكله كبيره جدا ان انت توصل للشباك. تسجيل عمليه مستحيله دلوقتي.
الحج. طب ايه بقى المراحل بقى حضرتك؟ ربنا اكرمك ودخلت في الكشف في المية بقى، ايه بي 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 بيشوف كم واحد في اليوم؟ الحمد لله انا خلصت تأسيس. خلصت تأسيس؟ طب يا عم ما تذبح حاجه ولا تضحي بحاجه؟ انت لازم تضحي او تروح تفك نادر ولا تعمل لك اي حاجه كده انت. بس هي امانه لله يا ابراهيم بيها، عشان الواحد يقول احقاقا للحق، ان المشكله هي اداره، هي سوء اداره للعاملين الموجودين او لعدد الشركات. في مشكله عندهم في الخلل، ان ازاي تخش تاسس شركه بدون المشاكل والمشادات ما بين اللي هو الموظفين القائمين على التاسيس وما بين الجمهور. انما حضرتك اول ما توصل للشباك كلهم بيقدموا لك الخدمه في منتهى الادب وفي منتهى الذوق وفي منتهى الاخلاق. بس هي الفكره كلها، الحلم ان انت توصل للشباك. طب انا عايز اسال سؤال، بالواضح كده ان يوميا بيتم تسجيل مثلا 100 شركه كل يوم، حاجه كده منظرها كده مش كده ولا انا يعني في المتوسط؟ يتم تسجيل تقريبا 100 شركه في اليوم، بس اللي هم مش قدروا ياسسوا على الاقل ماكسيمم قوي هيبقى 60 65 شركه ماكسيمم قوي. قول 50 شركه في اليوم. انا المفترض يعني ويمشي بقى ويجي تاني يوم بقى هو حظه برضه. انا المفترض يعني انا مثلا تعال نشوف في دبي، انت بالظبط في دبي من ساعه ما بتخش لغايه ما بتطلع 3 ساعات بس، كلهم مش انت واقف في اي حاجه، 3 ساعات بتبقى اسست وخدت الرخصه وخدت الرخصه وخدت الترخيصات وخدت كل حاجه. ده انت لسه ده انت عايز لك 100 نبي يزعقوا لك عشان تاخد الحاجات التانيه بقى، انت بتاسس لسه الترخيصات. احنا ليه ما بنسهلهاش؟ لا ده 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 حضرتك معلش على كلام حضرتك، ده انت كلمه تاسيس دي اللي هو دي اول خطوه اللي انا بعمل العقد بتاع التاسيس بس. ده انا حضرتك لسه ما رحتش شهر عقار ولا رحت المحكمه ولا طلعت السجل التجاري ولا طلعت البطاقه الضريبيه. هتاخد قد ايه بقى ديت يا استاذ اسامه؟ الفيلم ده ياخد قد ايه بقى؟ لا يعني انت من لغايه ما طلعت البطاقه الضريبيه والسجل التجاري ياخد على الاقل بتاع 10 ايام اسبوع، من اسبوع على الثلاثي من اسبوع ل 10 ايام. 10 ايام. وده المفروض ان احنا بنشجع بقى الناس تعمل شركات وبنشجع الناس تعمل استثمار. المفروض احنا بنشجع مصر ونشجع الاستثمار. انما انت الحمد لله يعني انت ربنا كرمك النهارده والمساله خلصت يعني انت لا لا انا الحمد لله انا اسست بس كل يوم من تقريبا في حياه الاستثمار من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 4 اخر النهار. عشان ناسس الشركه. طب هي الاجراءات لما بتقف على الشباك بتاخد قد ايه وقت؟ نعم؟ اما حضرتك بتوصل للشباك بقى، ربنا كرمك ووصلت على الشباك، الوقت قد ايه اللي بتاخده عشان تعمل التاسيس ده؟ الورق ايه يعني؟ هو احنا حضرتك بتاخد تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع، والاساتذه المحامين اللي هم قائمين على التاسيس في منتهى الادب وفي منتهى الاحترام وفي منتهى البروفيشنال وبيفيدوا وبيعلموا وكل حاجه بصراحه. طب يعني طب انا طيب طب ما انا يعني النهارده اذا انا لو انا عندي 10 شبابيك معمولين، انا كل الناس هتبقى 10 سابيع في ساعه، يعني انا كل اي واحد هيجي مش هيحط. هم 10 حضرتك، هم 4 بس. ما انا مش فاهم. يلا لو هم 4 حضرتك مش 10 ابراهيم. انا بقول لو عندي لو احنا عايزين نحترم وعايزين ننجز وعايزين ان احنا نحب بلدنا، ما هو ده شغل. ده شغل مين بقى؟ ده مدير يعني اللي هم صغار كبار الموظفين. انت الراجل يقدر يحل المساله دي، ان انا شايف ان الشركات دي ليه بنعذب الناس؟ انا عايز اعرف ليه بيعذبوا الناس؟ ليه ما الاربعه دول ما يبقوش 10؟ ليه كده يعني؟ انا عايز افهم ليه؟ طالما ان انا بيجي لي في اليوم في حدود 50 واحد او 60 طلب، ليه ما نسهلش على الناس؟ هي دي العقليه بتاعتنا من سنين طويله، خلي بالك. وتلاقي سيد وزير الاستثمار ده طالع عينه وعايز يعمل بحقه حقيقي، مين اللي بيبوظ له بقى؟ يطلع واحد كده. وبعدين في الاول ابحث عن الاداره هتلاقيها ورا كل نجاح وخلف كل فشل وتعقيد وتطلعين عيني للناس، هي الاداره. هي مشكله ابراهيم بيها، مشكله اداره وليس مشكله. ايوه ما خلاص انما مشكله، ما هو احنا قلنا اي حاجه. وبعدين الاداره واحنا هنجيب ناس تدير لنا، هي واحنا بنخترع؟ هو احنا هناسس مفاعل ذري؟ ده احنا بناسس شركه. الله، ايه ليه بنعذب الناس؟ شكرا استاذ اسامه. شكرا. دي في الاضافه كمان، دي في الاضافه كمان يا ابراهيم بيه، بعد اذن حضرتك من وقت حضرتك ثواني، الاضافه كمان ان في الدور الثاني اعتماد الجامعات العموميه العاديه والغير عاديه، دي في حد ذاتها بقى مأساة تانية. عشان تعتمد جمعية عمومية عادية أو غير عادية، ده برضو موضوع كبير جدا 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 جدا. يعني نرجو من السادة القائمين على هيئة الاستثمار، نرجوكم 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 عاوزين نشوف حل لمشكلة الجمعيات العمومية العادية والغير عادية، عشان بنضيع فيها وقت كبير جدا جدا جدا. هي الجمعيات العمومية العادية والغير عادية؟ لا، دي قرارات بتاخدها الشركات، وبناء على القرارات ديت بيتم
تصرف للشركات، في ممكن تصفي شركه، ممكن تزود راس مال الشركه، ممكن بتوزع ارباح الشركه، فبتاخد وقت طويل. يعني بتاخد مثلا اي اهتمامات جمعيه عموميه عاديه او غير عاديه بتاخد لها على الاقل من اسبوع ل 10 ايام. طيب وعشان تحضرك بقى لو في تعديلات بتخش على السجل التجاري تعمل تاشير او حاجه زي كده بتاخد لها كمان يومين او ثلاث ايام، يعني بتاخد لك تقريبا حوالي 12 يوم. يعني بتعطل الشركه 12 يوم او 13 يوم ده لو حظك حلو ورقه يعني تاني. يعني انت طب يعني عشان نفهم بس الساده نوضح بس للساده المشاهدين، الجمعيه العموميه بتاع اي شركه خدت اي قرارات ما، قالت لك هنزود راس مال، هننقص راس مال، هنبعد راس، اي قرارات عشان تعتمد بتاخد لها 12 يوم، ده اللي عايز تقوله حضرتك ولا حاجه ثانيه؟ لا دي عشان تعتمد بتاخد لها اسبوع، وعشان تأشر في السجل التجاري بتاخد لها كمان ثلاث ايام، يعني تقريبا 10 ايام. يعني انا ما يعني الاجراءات وما ترتب عليها بتاخد وقت، وده كله بيعطل حاجات كتيره ووقف ووقف الاحوال، مش كده تقصد تقول؟ اكيد 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 طبعا، اكيد سيادتك طبعا اكيد. طب وهي بتتاخر ليه بقى؟ هل سؤالي ما يبقاش كده، هل هناك سلطان اعلى من سلطان الجمعيه العموميه على الشركه؟ هل هيئه الاستثمار مع احترامي الكامل ليها اقوى من الجمعيه العموميه بتاعت الشركه؟ لا، هي هيئه الاستثمار هي ليها دور طبعا، هي الجهه الاداريه المنوطه للشركات المساهمه، وهي اللي بتشوف الاجراءات الجمعيه العموميه هي بتشوفها في اطار القانون على صغار المساهمين. حفاظا على صغار المساهمين. ايوه بتشوفها في، لا هي ليها دور مهم طبعا يا اخي، في اطار القانون، في اطار القانون، في اطار القانون. طب في اطار القانون طبعا 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 الدور بتاع، انما الجمعيه العموميه هي 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 يعني القرار بتاعها، لا احد يستطيع. هي صاحبه الشان وصاحبه القرار طبعا، محدش يقدر يعدل قرارها، يبقى بتعطل قرارها ليه؟ بس ده اللي انا عايز اقوله، يعني الجمعيه العموميه خدت قرار ما هيمشي على صغار المساهمين وعلى كبار المساهمين، لان ده قرار جمعيه عموميه. ما الجمعيه العموميه دي اللي الشعب، يعني انا الشعب المصري لما اغلبيته تاخد قرار، حد يقدر يعدله؟ استثمار ولا لا ولا اي حاجه؟ طبعا يقدر يعدله طبعا طبعا. ما ده اللي بقوله، فليه ليه بيعطلوها بقى؟ ده سؤالي بقى. هي برضو عمليه اداريه ومش مشكله الموظف. طيب الموظف على اي حال احنا يا فرصه ان احنا يا ريت حضرتك تساعدنا بما تملك، ويا ريت اخواننا يكونوا سامعين اللي معانا دولت الكلام ده اللي بنقوله، ان احنا نجهز ايه الحاجات. يعني هو قال لك شباك واحد ماشي، انما انت اول الشباك، يعني انت بتقدم ورقك في شباك، اتاري ال 24 شباك تحت الشباك، ال 24 موافقه بتاع اي حاجه تحت الشباك، والورق ده هيفوت على 24 حته، ويبقى هنا ما اتعملش اي حاجه. ايه المعوقات؟ ايه الثغرات؟ ايه الحاجات الصغيره اللي عارفها المستثمرين؟ هنجمعها كلها ونعمل لها حلقه نناقشها فيها. بشكر حضرتك استاذ اسامه. عايز اقول ما بين واللي معطل كل حاجه هتلاقيه مدير معرفش مين بتاع، وهو فيبقى الدولة رئيس ورئيس حكومة ووزراء ماشيين في سكة يا عيني، والموظفين عندهم ملك. طب خليهم، ولما تيجي تروح الموظف يقول لك خلي في الجرايد، خلي الجرايد تنفعك، خلي تصريحات مش عارف تنفعك، هم بيوقفوا الحاجة إيه؟ ليه أنا عشان أروح أعمل شركة أتعذب؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما تتعملش شركة في نص ساعة؟ هي أصل إحنا بنخترع وإحنا بنصنع حاجة فلازم في مدة زمنية؟ ده ورقتين صح غلط، لا خلاص انتهينا يعني.